شيخ بارك الله فيك، شخص تزوج من امرأة صغيرة قبل بلوغ سن الرشد، وشرط لها أهلها أنه لا يطلب العرس حتى هذا الشيء، يعني أجل الدخول. نعم، ولكن استأجل ويتصل بالرسائل ويرسل إليها بعض الصور شخصية لهذا الفتاة، هل يجوز له هذا الشخص يفعل هذا؟ بعد أن تم العقد. أي بعد ما تم العقد. أي نعم، لا بأس. إذا عقد الإنسان على المرأة فهو زوجها، له أن يكلمها في الهاتف وله أن يوصل إليها الرسائل. أما مسألة الصور فينبني على جواز تصويره، هل يجوز أو لا يجوز. وأرى أنه لا يرسل الصورة لأنها شافت صورته بالأول، وهو شاف صورتها بالأول أيضا، فلا حاجة. اللهم إلا أن يصاب بحريق ويتغير وجهه ويرسل إلى الصورة يقول لا تخاف، الوجه لم يتغير، فهذا حاجة، وإلا فلا حاجة. بقي أن يقال هل له أن يتصل بها، وقد شرط عليه أن لا يدخل إلا بعد سنة أو سنتين. الذي يظهر لي أنه لا بأس أن يتصل بها لكن بدون جماع، لأنها زوجته. فإذا اتصل بها وتمتع بالجلوس معها وتقبيلها فلا بأس، لكن الجماع لا يرجع، لأن الجماع فيه خطر ويؤدي إلى سوء الظن. قد تحمل من هذا الجماع وتلد قبل وقت الدخول المحدد فتتهم المرأة، ولو صاح بأعلى صوته إنه هو الذي جامعها وهذا الذي منه، لكن يقبل مثلا من الناس 90% و10% ما يقبلون.